تصدر اسم الفنانة تيسير فهمي مواقع البحث بجوجل، تعالوا نتعرف على الأسباب. صرحت الفنانة تيسير فهمي عن تقدم حالتها الصحية بعد إصابتها بمضاعفات فيروس كورونا اللي ظهرت عليها من عدة أيام، وردت على أسئلة من الجمهور حول عزوفها عن الاعتزال والعودة للتمثيل، وظهرت أعمال فنية لإلها من جديد. أعلنت الفنانة تيسير فهمي من عدة أيام بنفسها عن إصابتها بفيروس كورونا، وطلبت من الجمهور والمتابعين الدعاء لإلها بالشفاء عبر حسابها في موقع التواصل فيسبوك، وحكت ممكن تدعولي عندي كورونا وتعبانة جدا. وردت الفنانة تيسير على ردود فعل الجمهور وسؤالهم عن حالتها الصحية في تصريحات صحفية، وحكت أنا أحسن الحمد لله وزالت الأعراض اللي كنت أعاني منها وأكملت بروتوكول علاج كورونا وبنتظر رأي الطبيب في إمكانية إجراء مسحة كورونا اليوم. وأكملت تيسير إنها كانت بتتلقى العلاج في المنزل وكانت تعاني من آلام في الجسم وصداع وعطاس، ولكن وضعها الصحي الآن أفضل. وعقبت على أسباب إصابتها بكورونا وحكت أنا كنت ملتزمة التزام فوق الوصف وما خرجتش من المنزل إلا في حالة الضرورة ولا أعلم سبب الإصابة. وعقبت على أسئلة الجمهور عن عودتها للفن مرة أخرى، وجاء رد الفنانة تيسير عن هذا السؤال بحسها الفكاهي، حكت ادعولي بس أخف الأول وبعدين نشوف. نذكر أن الفنانة تيسير أعلنت اعتزالها التمثيل في عام 2013 أثناء لقاء لإلها في أحد البرامج، وقررت التواجد بجوار زوجها بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان تواجدها في مصر عبارة عن زيارات قليلة. ومن التكريمات اللي حصلت عليها تيسير في عام 2008 وسام مدينة سياتل كأفضل ممثلة للجاليات العربية. والجدير بالذكر أنه الفنانة تيسير بدأت التمثيل في منتصف السبعينيات وهي في جيل الفن الثالث، وعاصرت عمالقة الجيل الثاني، وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل بفعل فاعل اللي عرض عام 2012، وهو من إخراج تيسير عبود وتأليف منى رجب وبطولة ياسر جلال ورجاء القداوي وطارق لطفي وميرنا وليد وتامر هجرس.